الفيديو يلخص كيفاش يمكن لينا نشأو عش فوق السطح لفائدة الدجاج بطريقة تقليدية وبسيطة وغير مكلفة. طريقة ممتازة جدا، تلاحظوا وجود ثلاثة ديال السطولة لبيض الدجاج. هناك دجاجة راقدة على البيض، ولكن في هذه الحالة تقوم بعملية نفض الريش ديالها بواسطة أحجار دقيقة أو الحصى. هذه العملية تقوم من خلالها بتنظيف الريش وغسل الأمعاء، لأنها تتناول كذلك هذه الأحجار. العملية عادية ومهمة بالنسبة للدجاج. Je vais faire un peu de sirop, je vais faire un peu de sirop.